خلال احتفالية المولد النبوي الشريف، السودان يؤكد وضع البرنامج الحكومي برنامجا لامس هموم المواطنين، وسيد الحكيم يجدد دعوته لانتخاب رئيس للبلاد. في البصرة، الرئيس الإيراني يختتم زيارته إلى العراق بعد التوقيع على عدة مذكرات وتفاهمات. خلال افتتاح المنتدى العربي لتعزيز الشفافية، النزاهة تدعو لتعاون دولي لمكافحة الفساد، والدعوات الشعبية ترفع راية الحكيم المطلبية بمحاكمة القرن العلنية. على أجنحة الإنجاز، وزارة الإعمار تتصدر لائحة تنفيذ البرنامج الحكومي، والمشاريع الخدمية تحدث تحولا جذريا بالبنية التحتية. الواحدة بتوقيت بغداد، أهلا بكم. أكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاحتفالية المركزية بذكرى المولد النبوي الشريف إن الحكومة وضعت برنامجا لامس الهموم الحقيقية للمواطنين، واتخذت طريقا واضحا للبناء والإصلاح في جميع مفاصل الدولة، لافتا إلى أن الحكومة استطاعت تحقيق نسب نجاح بنت أثارها في جميع القطاعات. ينتظره من رجال الدين الأفاضل والعناوين الاجتماعية أن يعضدوا عمله ويسندوه في مهامه عبر النقد البناء والتقويم الإيجابي والتشجيع والدعم في حال حسن الأداء. وأننا في هذه الحكومة آمنا منذ بدء عملنا التنفيذي بمبدأ المواطنة وتقديم المصلحة العامة في قيادة شؤون الدولة، مثلما أننا وضعنا برنامجا حكوميا لامس الهموم الحقيقية للمواطنين واتخذ طريقا واضحا للبناء والإصلاح في جميع مفاصل الدولة. وبفضل الله ومنته ومساعدة القوى الخيرة استطعنا أن نحقق نسب نجاح واضحة بانت آثارها في جميع القطاعات، برغم محاولات التشويش والعرقلة للجهود الحكومية التي لن نلتفت لها. أكد السيد الحكيم خلال حضوره الحفل المركزي في ذكرى المولد النبوي الشريف إن الجميع اليوم أمام مسؤولية كبيرة للعمل باجتهاد على تحقيق القيم النبوية الشريفة في واقعنا. ونحن نحتفل بميلاد النبي الأعظم قائدنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نتذكر أنه كان نبيا للرحمة، قائدا للعدل، ومؤسسا لدولة تقوم على الأخلاق والقيم. لقد ترك لنا إرثا عظيما نحتاج اليوم إلى إحيائه في حياتنا اليومية، في سياساتنا وفي تعاملاتنا. إننا أمام مسؤولية كبيرة أن نكون على قدر الأمانة وأن نعمل جاهدين لتحقيق القيم النبوية في واقعنا، فلنتكاتف جميعا من أجل بناء مجتمع يسوده العدل ويحترم حقوق الجميع ويحقق الخير لكل أفراده. كما أكد السيد الحكيم على ضرورة استثمار وحدوية المناسبة للإسراع في اختيار رئيس لمجلس النواب، داعيا القوى المعنية للاتفاق على أحد المرشحين وتطمين شعبنا بحسن اختيارهم. أضاف السيد الحكيم إن التمثيل العادل والشامل هو الضمانة الحقيقية لبناء دولة مستقرة قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق تطلعات شعبنا الوفي. أدعو القوى الكريمة المعنية بالترشيح لاستثمار الأجواء الوحدوية للمولد النبوي الشريف والاتفاق على أحد المرشحين وتطمين شعبنا بحسن اختيارهم. إننا بحاجة إلى إشعار جميع مكونات شعبنا العراقي بأنها ممثلة في مؤسسات الدولة،
لأن التمثيل العادل والشامل هو الضمانة الحقيقية لبناء دولة مستقرة قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق تطلعات شعبنا الوفي. شدد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية سيد الحكيم ورئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني على احترام القضاء ودعم مخرجاته في ملاحقة الفاسدين. وقال سيد الحكيم في بيان انه استقبل السوداني وتداول معه تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة وطبيعة الاستحقاقات القادمة، مباركا العملية العسكرية الأخيرة التي أبادت العديد من قيادات داعش الإرهابية والتي كانت تحت عنوان وثبة الأسد، مشددا في الوقت ذاته على اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بمكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين واسترجاع الأموال، كما شدد على احترام القضاء واحترام مخرجاته باعتباره حجر الزاوية في المعادلة العراقية. أعلنت قيادة العمليات المشتركة تسجيل قتلى بقيادة عصابة داعش الإرهابية في عملية وثبة الأسد المنفذة نهاية شهر آب الماضي في صحراء الأنبار. وذكر بيان لخلية الإعلام الأمنية إنه استكمالا للعملية البطولية التي نفذها جهاز المخابرات الوطنية العراقية بالتعاون مع قوات التحالف الدولي في صحراء الأنبار، وبعد الجهود الكبيرة التي بذلتها قوتنا من قيادة العمليات المشتركة الجيش العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب والإشراف الميداني لنائب قائد العمليات المشتركة على عمليات مداهمة مضافات مستهدفة وجمع جثث القتلى والمبرزات الجرمية وأجهزة الاتصالات والحواسيب واستكمال إجراءات التحقيق. وبعد ظهور نتائج الحمض النووي تأكد أن معظم القتلى من قادة الصف الأول لعصابات داعش الإرهابية. كشف حسين علاوي مستشار رئيس الوزراء عن إعلان قريب مشترك حول انسحاب القوات الأمريكية من العراق. ونقل صحيفة واشنطن بوست عن علاوي إن بغداد تريد عودة العلاقة مع الولايات المتحدة إلى ما كانت عليها قبل عام 2014، مبينا أن الحاجة إلى التحالف الدولي انتهت بهزيمة داعش وأن القوات العراقية قادرة تماما على التعامل مع الملف الأمني بكفاءة. اختتم الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان جولته الرسمية في العراق بزيارة محافظة البصرة، وتعد هذه الزيارة جزءا من جولة أوسع شملت عدة محافظات. وبحسب مسؤولين في البصرة فإن زيارة بيزشكيان للمحافظة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إيران والعراق، مع التركيز على المشاريع المشتركة في قطاعات النفط والغاز والبنى التحتية. وخلال الزيارة عقد الرئيس الإيراني اجتماعات مع المسؤولين المحليين في البصرة بما في ذلك محافظ البصرة لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. كما زار بيزشكيان ميناء البصرة حيث أكد على أهمية تطوير البنية التحتية للنقل البحري لتسهيل التجارة بين البلدين.
أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان خلال زيارته لمحافظة البصرة على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إيران والعراق، وشدد على ضرورة استثمار الفرص المتاحة لتطوير العلاقات الثنائية خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية، وأكد على أهمية إكمال مشروع مد السكك الحديدية بين البلدين. إنني عقدت العزم كل العزم بتنفيذ ومجرد عودتي ومغادرتي هذا البلد الطيب بتنفيذ وتطبيق مشروع السكك الحديدية شلمشة وبصرة، وأعدكم بذلك. این تازه قدم اوله، هر راهی رو که بتونه ما رو به همدیگه وصل بکنه پیگیری خواهم کرد. انني اعتبر تنفيذ هذا المشروع هي الخطوه الاولى، امامنا خطوات كثيره متتاليه تستطيع ان تربطنا بيننا. من البصرة أسدل الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان الستارة على زيارته التاريخية للعراق وسط لقاءات مكثفة أطلق عدة دعوات من خلالها للمنطقة وتطورات اقتصادية للمحافظة. مصطفى الأسدي والتفاصيل. أنهى الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان جولته إلى العراق والتي استمرت 3 أيام بزيارة هامة لمحافظة البصرة، أجرى خلالها عدة لقاءات حكومية اختتمها في كلمة له وسط تجمع كبير شهد حضورا حكوميا وشعبيا وأكاديميا واسع، أكد خلالها على مدى التعاون والتآخي بين البلدين. إنني في قمة السعادة والسرور أن أكون متواجدا وحاضرا هنا معكم، وكنت أرغب كثيرا أن أكون بينكم في وقت أسرع من هذا. بالتأكيد زيارة السيد رئيس الجمهورية اليوم الإيرانية إلى العراق تزود من هذه الروابط وتزود من هذه الأواصر اللي موجودة فيما بيناتنا، وتنعكس انعكاسات إيجابية على الواقع الاقتصادي، الواقع الاجتماعي، العلاقات ما بين الدولتين. الزيارة التي شهدت تلاحم وتماسك الشعبين العراقي والإيراني وبشكل إيجابي يبعث رسائل المحبة والود بين البلدين، فقد تضمنت تقليد الرئيس الإيراني العباءة العربية والتي أهديت له من شيوخ عشائر في البصرة، مؤكدين خلالها عمق العلاقات والمواقف المشرفة عبر التاريخ. نرى الآن الحضور من كل شرائح المجتمع وكل المذاهب بفضل الله عز وجل، هذا دليل على وحدة الشعبين العراقي والإيراني بإذن الله عز وجل، الذي يصب في مصلحة إن شاء الله الإسلام والشعبين العراقيين الكريمين إن شاء الله. تدل هذه الزيارة إلى العراق وخصوصا البصرة هي مشتركات أمنية وتجارية واقتصادية بين البلدين، فإن شاء الله هذه الزيارة ستكون مثمرة إلى كلا البلدين والعمل المشترك بين البلدين. زيارة تعكس جوانبا اجتماعية واقتصادية مهمة وسط ترحاب كبير هنا في البصرة للرئيس الإيراني. لقناة الفرات الفضائية، مصطفى الأسدي. العراق أول محطة خارجية للرئيس الإيراني مسعود بازشكيان منذ توليه منصبه في تموز عام 2024. على ضفاف التاريخ نسج العراق وإيران إكليل التعاون، فأزهرت حروفه آفاقا تضيء مستقبل المنطقة. على منصة الحوار خارطة المستقبل ترسم بريشتين، الأولى غمست في ذهب بالفرص الاقتصادية والثانية في حبر الحكمة الأمنية. في محراب السياسة تعانقت الحكمة العراقية مع الدبلوماسية الإيرانية، وفتح السيد الحكيم أبواب الضيافة لبازشكيان وسط حضور لقادة الإطار ليناقش القرار. على منصة الوطن نسج السيد الحكيم عباءة العراق من خيوط ذهبية، إيمان الأتباع، حكمة المرجعية، روحانية الشعائر، بسالة الحشد، وحنكة الإطار. فتجلى العراق قويا يتألق بثوب الوحدة والعزة. بين العراق وإيران تنسج خيوط السلام بأنامل الحكمة، محولة قلب الشرق الأوسط إلى واحة وئام تروي ظمأ المنطقة للاستقرار.
في افتتاح المنتدى العربي الثاني لتعزيز الشفافية والحكومة الرشيدة ببغداد، دعا رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي حيدر حنون إلى تعاون إقليمي ودولي لمكافحة الفساد. أكد حنون أهمية تبادل المعلومات مع منظمة الشفافية الدولية لتحديد مدركات الفساد الحقيقية، وشدد على ضرورة اعتماد مبدأ سيادة العدل في مكافحة الفساد، كما أشاد بالتعاون مع المنظمات الدولية في هذا المجال، مشيرا إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وأعلن حنون عن عزم الهيئة على دمج فئات مؤثرة كالمرأة والشباب والكفاءات العلمية في الاستراتيجية الوطنية للنزاهة، مؤكدا إن ذلك سيسهم في رفع مستويات النزاهة وتسريع التحول الرقمي والحكم الرشيد. تشهد الساحة الشعبية موجة متصاعدة من الدعوات السياسية والشعبية المؤيدة لمطالبة رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية سيد الحكيم الداعية إلى إجراء محاكمة علنية للمتورطين في قضية سرقة القرن. وأكد نواب دعوة سيد الحكيم تمثل خطوة جريئة نحو تحقيق الشفافية ومكافحة الفساد، فيما أكدت كتل سياسية إنها تدرس حاليا آليات دعم هذه المبادرة في البرلمان. في الوقت ذاته أكد خبراء القانون إن إجراء محاكمة علنية سيعزز ثقة المواطنين في النظام القضائي ويرسل رسالة قوية مفادها أن لا أحد فوق القانون، فيما تصاعدت الدعوات الشعبية للمطالبة بتنفيذ هذا الاستحقاق العادل بحق المجرمين لتنفيذ العدالة، لأن الشعب يستحق معرفة الحقيقة كاملة حول هذه القضية التي استنزفت موارد البلاد. تتزايد في العراق الدعوات لإجراء محاكمة علنية لمتورطي سرقة القرن استجابة لمطالبة السيد الحكيم، وفي الوقت الذي يرى مؤيدون هذه الخطوة إنها ستعزز الشفافية ومكافحة الفساد، تدرس كتلا سياسية سبل دعمها في البرلمان، بينما يؤكد خبراء القانون أهميتها في تعزيز ثقة المواطنين بالنظام القضائي. أحمد الزيدي. ما تزال دعوة السيد الحكيم بإجراء محاكمة علنية للمتورطين في قضية سرقة القرن تلقى أصداء إيجابية واسعة في الأوساط السياسية والشعبية، إذ تؤكد هذه الأوساط على ضرورة محاسبة جميع المتورطين بغض النظر عن مناصبهم أو انتماءاتهم، مؤكدين أن هذا الإجراء سيكون خطوة مهمة لاستعادة ثقة المواطن بالقضاء العراقي ومؤسسات الدولة. فيما دعت أطراف عديدة إلى ضرورة التصدي للفساد بشتى أشكاله، معتبرين أن محاكمة المتورطين بشكل علني ستسهم في تعزيز مبدأ الشفافية وترسيخ العدالة، كما طالب العديد من السياسيين والشخصيات العامة بضرورة أن تشمل المحاسبة كل من تجاوز على المال العام، معتبرين أن هذه الخطوة هي المفتاح لإعادة بناء الثقة بين الشعب والدولة ولإظهار جدية الحكومة في محاربة الفساد. ويرى مراقبون أن دعوة السيد الحكيم تضع الحكومة أمام مسؤولية كبيرة لإجراء محاكمات عادلة وعلنية، حيث يعتبر هذا الأمر اختبارا حقيقيا لالتزام العراق بمحاربة الفساد الذي طالما أثقل كاهل البلاد، فضلا عن أن المحاكمة العلنية ستكون رسالة واضحة بأن القانون فوق الجميع وأن الدولة عازمة على مكافحة الفساد مهما كانت الأطراف المتورطة. لقناة الفرات أحمد الزيدي. أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة عن توقعها بتحقيق المركز الأول في تنفيذ البرنامج الحكومي،
وصرح المتحدث الرسمي للوزارة استبرق صباح إن نسبة إنجاز الوزارة للمشاريع بلغت 71% وفقا للتقرير السنوي الثالث لعام 2024. وأضاف صباح إن الوزارة تتحمل ثقلا كبيرا، حيث تبلغ نسبة ثقلها الوزاري للتنفيذ 31% من إجمالي الوزارات و21% من إجمالي البرنامج الحكومي للمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة. واعتبر أن هذا الإنجاز يؤكد الدور الحيوي لوزارة الإعمار في تنفيذ خطط الحكومة التنموية وتحسين البنية التحتية في العراق. تتسارع وتيرة التطور في العاصمة بغداد مع تحقيق نسب إنجاز متقدمة في مشاريع فك الاختناقات المرورية من مجسرات وأنفاق إلى توسعة الطرق الرئيسة. تعكس هذه المشاريع الالتزام الحكومة بتحسين البنى التحتية، ويؤكد الخبراء أن هذه الجهود ستحدث نقلة نوعية في حركة التنقل، مع توقعات بافتتاح المزيد من المشاريع الحيوية قريبا، منها تقاطع ساحتي عدنا وصنعاء. حسين ياسين. نسب متقدمة من الإنجاز هو ما تسجله أغلب مشاريع فك الاختناقات المرورية داخل العاصمة بغداد من المجسرات والأنفاق والتوسعة للطرق الرئيسية، وهو ما يعكس التزام المؤسسات المعنية بالخطة الخدمية الحكومية وتسليم تلك المشاريع وإدخالها للخدمة في المواعيد المجدولة. مشروع تقاطع معسكر رشيد مع مجمع ميشن هو أحد هذه المشاريع، اللي يمثل مشروع من مشاريع الحزمة الأولى لفك الاختناقات في العاصمة بغداد. هذا المشروع يضمن عدة مستويات وفقرات رئيسية، الغاية منها هو فك الاختناق المروري في ضمن منطقة الرابطة بين مدينتي الكرادة والزعفرانية والدورة وبغداد الجديدة. وبينما يستمر الزخم الإيجابي لدعم هذه المشاريع حكوميا لضمان انسيابية سير العمل من دون حدوث تلكؤ فيها، يؤكد متخصصون بأن هذه المشاريع من الممكن أن تحقق تحولا جذريا في البنية التحتية للعاصمة، وبالتالي ستقلل كثيرا من الزخم المروري وتسهل من حركة التنقل. مشروع ساحة النسور بالإضافة إلى المشاريع الأخرى ضمن الحزمة الأولى والحزمة الثانية اللي تقوم بها دائرة الطرق والجسور، طبعا بدأت تترك أثرها الواضح. يعني أنت حضرتك إذا تجي إلى ساحة النسور قبل فترة من المساحات المزدحمة جدا، بينما الآن تلاحظ أكو انسيابية بالسير كلش عالية، وتقريبا الازدحام في ساحة النسور أصبح من الماضي. في الأثناء كشفت وزارة الإسكان والإعمار عن افتتاح مشروع تقاطع ساحتي عدن وصنعاء خلال الشهر الجاري، على أن يعقب ذلك افتتاح عدد آخر من المشاريع خلال هذا العام أيضا. بالتوازي مع هذا التقدم في الإنجاز لهذه المشاريع، تشهد العاصمة بغداد حملات متنوعة لتحسين واقعها الخدمي، ومنها تأهيل الشوارع والطرق والساحات الرئيسية وشبكات الصرف الصحي. حسين ياسين، الفرات، بغداد. نهاية المرصد، دمتم بسلامة.